دي كانت مجموعة من آراء الطلبة في جامعة القاهرة لما الكاميرا بتاعت البرنامج بتسألهم يا ترى ايه رأيكم، شايفين ازاي المبادرة اللي طرحت للتهدئة ما بين طلبة الإخوان وقوات الأمن. معرفش اذا كان ده يعني ينفع يتقارن، انما هو ده الوضع وهو ده الواقع، وعايزين نشوف حلول لكي تمضي الحياة ولكي يستقر المجتمع ولكي يروح الطلبة اللي يعملوا الحاجة اللي هم رايحين اساسا عشانها في الجامعة، انهم ما يتعلموا ويتخرجوا ويروحوا يشوفوا مستقبلهم ايه. على كل حال استاذة امال، ما كنا متوقعين ان هيبقى اراء الطلبة بالتنوع ده طبعا، مش بس كده؟ يمكن الطالب الاخير ده قال كلام واقعي جدا بالنسبه للافراج على المعتقلين. انا لما افرج على حد بعد ما عملتهم، انا ممكن زي بالظبط البنات بتوع 7 الصبح، انا لما افرجت عنهم تاني يوم البنات حرقوا عربيات وحرقوا كبت، وعارفين ان هم مش هتقبض عليهم، ولو اتقبض عليهم مش هيتحكم عليهم، ولو اتحكم عليهم في النقض هيخرجوا. فخلاص انا ما بقاش في القانون، ما بقاش رادع، خدت بال حضرتك. فانا النهارده التفاوض الحوار والتفاوض والتساوم، التلات اشياء دي نظريات معروفه بس ليها قواعد، ليها طرفين. طرف يكون عنده استعداد يتحاور، اقوم انا اتحاور معاه، يتفاوض انا اتفاوض معاه، انما طرف مش شايف غير الضرب والحرب. لما بتكلمي عن طرف، هم مجموعه الطلبه بتوع الجامعه دول، هل هم ليهم تنظيم؟ هل هم ليهم قيادة بتحركهم؟ ولا هم زي ما انت قلتي من شوية شباب صغير في السن، متحمس، دمه فاير، يشعر بأنه هو عايز يصنع الفارق في الحياة السياسية؟ ربما يعني كلنا كنا في المراحل دي، وكلنا كنا مرينا بنفس الموضوع، إضافة إلى ذلك الحادث المؤسف اللي حصل لمحمد رضا وما إلى ذلك. ولا انت بتكلمي على طرف يعني باعتباره أنه هم أكيد طرف منظم؟ أكيد طرف منظم الإخوان، وهم مستغلين شبابهم، وشبابهم بيلعبوا في دماغ، بيستغلوا الحالة اللي بيبقى فيها الطلبة في السن ده، وهم موجهين لكده، لتوظيف الشباب الجامعة علشان هم ينفذوا معاهم ده. فأنا خلي بالك، إحنا لازم إحنا كمان الناس توعي ولادها إن في طرف آخر بيحاول، يعني هدفه الأساسي مصالحه، ولازم كلنا ما يعني ما نغفلش ده. فبالتالي اذا في طالب النهارده بيتكلم، طب انت النهارده اتكلمت على احوال الجامعه، ما انت النهارده ابتدي بموقعك بمكانك في اشياء كتير جدا. انا عجبني رئيس اتحاد طلاب مصر، الحقيقه بيتكلم كويس جدا وعنده افكار هايله، وقاعد يتكلم بيقول لك يا ريت نبطل بقى ان احنا نوجه الانظار كلها حوالين شوية الطلبة اللي عاملين القلق والفوضى والتدمير ده، ونفكر في طلبة تانية ممتازين وعاملين أفكار وعاملين مشاريع وعاملين حاجات. لازم نسلط الضوء على ده زي ما بنسلط الضوء على ده. وده مظبوط وكل حاجة، وأحترم جدا هذا المنطق، بس في مشكلة أمنية. مشكلة أمنية في مواجهات، في تعطيل، ما لازم يكون في مواجهة لحد بيعمل شيء غلط. أنا برضو في النهاردة في منطق غريب جدا حضرتك، لو شفت واحد ضابط اتقتل، واحد مواطن عادي اتقتل، يعني الحالات دي كلها لا تسمح منظمات حقوق الإنسان بتتكلم، ولا تسمع أي حد بيدافع عنه ولا عن ولاده، رغم أن ده بني آدم. تعال شوف بقى طرف من الأطراف اللي هي المعارضين حصل لهم حاجة قد كده، تلاقي كل المنظمات قامت وكل المنظمات اعترضت وكل، يا جماعة ازاي يعني؟ النهاردة إحنا يا جماعة فعلا في حرب، اللي هي بيقولوا عليها حرب الجيل الرابع المتقدم. إحنا فعلا دي حرب منظمة، ويمكن لو انت تابعت اللي بيحصل في كيف الايام اللي فاتت، بيطبق اللي حصل مع أوكرانيا، دول بالظبط في اوكرانيا. السفيرة نازلة توزع الحاجات والهدايا، سعداء جدا، لان هي دي الحرب الجديدة، بلا عتاد، بلا جيش، بلا اموال. ما بيموتش من عندهم ارواح، لكن هو تخطيط، بيحاربونا بناسنا، بيحاربونا بادوات مختلفة تماما، من ضمنها الشباب المعارضة. طيب على كل حال، يعني التحليلات كثيرة والآراء كثيرة، والإجماع الواحد هو مصلحة هذا البلد بالتأكيد، هو ده اللي كل الناس لا تختلف عليه.